هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة هيسود طقس حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، ومائل للحرارة ورطب ليلاً على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور محمود. صباح الخير لحضرتك استاذه هاله وعلى كل الساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني يمكن لسه في انخفاض في درجات الحراره، اي نعم انخفاض طفيف يعني، بس الحمد لله درجه الحراره يعني النهارده في القاهره 35، فيعني اجواء ايه النهارده؟ طمنا، اخبار الطقس ايه النهارده؟ طبعا الحمد لله زي ما حضرتك ما قلتي في انخفاض في درجات الحراره عن الموجه شديده الحراره اللي كنا بنشهدها الفتره اللي فاتت. درجات الحرارة بالفعل بدأت تنخفض وتوصل العظمى على القاهرة ما بين 35 ل 36 درجة مئوية، وإن كانت الأجواء معها شديدة الحرارة خلال ساعات النهار مع ارتفاع نسب الرطوبة اللي بتخلينا نحس بيها إنها في حدود 37 أو 38 درجة مئوية، لكنها طبعا أفضل بكتير من 38 وال 40 درجة اللي كنا بنشهدها على مدار الفترة. بس الرطوبة دي يا دكتور محمود مش في كل حتة، يعني هي القاهرة والسواحل الشمالية، يعني كان في ناس في الصعيد قالوا لي هو درجة الحرارة يعني عالية جدا، درجات الحرارة مرتفعة، لكن ما فيش الإحساس بالرطوبة دي. فالرطوبة دي في أماكن معينة يعني؟ بالتأكيد طبعا القاهرة والسواحل الشمالية بالظبط، ان شهر 7 وشهر 8 دول بيكونوا ذروه الرطوبه خلال فصل الصيف بسبب منخفض الهند الموسمي. الكتل الهوائيه اللي بتمر على البحر المتوسط بتتشبع بكميه كبيره من بخار الميه، بنبدا نلاقي ان السواحل الشماليه هي الاعلى في نسب الرطوبه اللي بتوصل عليها لاكثر من 90% خلال ساعات الليل، وبتوصل ل 50 او 60% خلال ساعات النهار. طبعا دي تعتبر نسب رطوبه مرتفعه جدا مع درجات الحراره الحاليه. كلما ابتعدنا عن السواحل الشماليه بتبدا نسب الرطوبه تقل تدريجيا، بنلاقي ان القاهره بتكون ايوه مرتفعه شويه لكنها طبعا اقل من السواحل الشماليه. صحيح. محافظات شمال الصعيد تحديدا محافظات الفيوم، بني سويف، لحد محافظه اسيوط او محافظه المنيا بتعاني احيانا برضو من ارتفاع نسب الرطوبه، بتكون فيها نسب رطوبة مشابهة لرطوبة القاهرة شوية، لكن طبعا باقي محافظات الصعيد بتتميز بأن نسب الرطوبة فيها بتكون منخفضة بشكل ملحوظ، وده طبعا في المقابل بسبب أن درجات الحرارة أعلى بتكون مرتفعة. بالضبط، بتكون مرتفعة بشكل كبير، يعني مع الانخفاض الحالي اللي كافة مناطق الجمهورية بتشهده بنلاقي أن محافظات جنوب الصعيد لازالت تسجل درجات حرارة 43 و42 على أقل تقدير. ده بالفعل هناك برضو لازال أعلى من المعدلات الطبيعية المفترض أنها تكون في حدود ال 40 درجة مئوية. ده بالنسبة لنسب الرطوبة. طبعا نسب الرطوبة كمان خلال ساعات الليل بتكون عالية بشكل ملحوظ، وده بيكون سبب في استمرار فرص تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر. طبعا الشبورة بتتكون خلال فترة الفجر، يعني بنتكلم عن الساعة 4 أو 5 الفجر، وبتستمر لحد سطوع الشمس، لأنه بمجرد سطوع الشمس بتبدأ تتلاشى تماما الشبورة المائية. هي فرصتها بتكون في حدود الثلاث أو أربع ساعات دول، وهي شبورة مائية خفيفة غير مؤثرة تماما. بالنسبة لدرجات الحرارة لو اتكلمنا عنها طوال الأسبوع الحالي كلها هتتراوح ما بين 35 ل 36 درجة بالنسبة للقاهرة الكبرى، لكن ممكن على نهاية الأسبوع ترتفع بمعدل درجة تقريبا، يعني هتبقى في حدود 36 ل 37 درجة. هي زي ما قلنا شديدة الحرارة لكنها مش الحرارة القاسية اللي كنا بنشهدها الفترة. صحيح. اللي فاتت. كمان بالنسبة لارتفاع نسب الرطوبة والشبورة واستمرار درجات الحرارة بيكون عندنا استمرار الاضطراب النسبي في حركة الملاحة البحرية تحديدا على الشواطئ الشمالية الغربية للبحر المتوسط، وارتفاعات الأمواج هناك طبعا مش عالية زي اللي شفناها الأيام اللي فاتت لكنها برضو لازالت مرتفعة نسبيا في حدود ال 2 الى 2.5 المتر، وسرعات الرياح هناك بتوصل ل 50 كيلومتر على الساعه، وبالتالي لا زالت التحذيرات قائمه لبعض المصيفين والمصطفين على الشواطئ الشماليه الغربيه للبحر المتوسط. العنصر المهم ايضا وهو فرص الامطار اللي مكمله معانا على المحافظات الجنوبيه. بالظبط، على محافظات اقصى جنوب البلاد بنتكلم عن
جنوب أسوان زي أبو سمبل وحلايب وشلاتين، مستمرة عليها فرص تساقط الأمطار اللي بتكون خفيفة ورعدية في بعض الأحيان. بالتأكيد طالما رعدية على المناطق الجنوبية فبالتالي في فرصة لإثارة الرمال والأتربة على تلك المناطق. نشكر حضرتك دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا. دلوقتي تعالوا مع بعض كده نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة متوقع تكون العظمى فيها 35 والصغرى 25 والعاصمة الإدارية 36 24، الإسكندرية 33 25 والعلمين الجديدة 32 25، مطروح 31 24، دمياط 33 26، بورسعيد 33 26 والإسماعيلية 38 25. متوقع في السويس العظمى توصل 37 والصغرى تكون 24 والعريش 35 24، أما كاترين فمتوقع العظمى فيها تكون 34 والصغرى 18، طابة 36 25 وحلايب 35 29، شلاتين 38 30 وشرم الشيخ 39 29، الغردقة 40 30 والفيوم 37 25 وبني سويف أيضا 37 25، أما الوادي الجديد فمتوقع تكون العظمى في 41 والصغرى 27 وأسيوط 38 25، سوهاج 40 26 وإنا 42 27، الأقصر 42 28 وأسوان 43 29. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وطبعا تفاصيل الطقس كلها اديتها لنا هيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي عودة مرة تانية لمحمد ومنى وتابعت فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هاني. شكرا.